عظم القص عظم القص نعم الاسترنم، الاسترنم عظم القص موجود الأمام بين ثلاث أجزاء الأجزاء الشنية الاسترنم عندنا البودي والمينيوغرام والبودي أجزاء البود بروسيس اللي هو الخروف هاي الأفضار تتصل عن طريق نظري بعظم القص والأفضار سيرفو ريدز كونكتد تو الاسترنم ثرو ذا كوستال كافي تتصل هذه الأفضار عن طريق نظري يسموها كوستال كافي مريض صدري أول سبعة يجي الثامن والتاسع والعاشر والأربعة ذني كيش راح يتطلع عن طريق الغضاري تطلع في نهاية الظروف بلا ما يتصل ما يتصل انتصال مباشر أي يتصلون بالغضروف يتحدون الغضروف واحد يتصل بالغضروف السابق المد للضيع السابق السعبين الأول سبعة أوكي كنا في الغضاري يخص الشفاء برأس الجوال جوان شو بالموجودة بالأسماء هاي لا كلها تتحد بظروف واحد مثل ما موجود هنا بال كلها تتحد بظروف واحد يتصل بظروف الضلع السابع الاي والنينث يعني النايس يعني التاسع والكينث يعني عاشر